هاي، بيسألوني كتير عن شاي الماترا، شو هو وشو فوايده؟ خلينا نحكي شوي عنه. هو نوع من أنواع الشاي الياباني، نحصل عليه على شكل بودر أخضر بيستاش موجود بالسوق اللبناني. من أهم فوايده إنه كل كوب ماترا بيحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينز ضرب 10 من كوب الشاي الأخضر. بيعلي عملية الأيض وبيساهم على حرق الدهون، مناسب ليرافق أي حملة غذائية لخسارة الوزن لأن ما عنده أثار جانبية. بيحتوي على نسبة عالية من الكلوروفيل، هو عنصر مهم جداً لطرد السموم من الجسم، وهذا الشيء بيعني أنه عم نعمل ديتوكس من دون أي مجهود. بيساعد على إفراز مواد السيروتونين والدوبامين بالجسم، وهذا الشيء بيحسن من مزاجنا وذاكرتنا. اكتبوا لي بالتعليقات تحت إذا أنتوا جربتوه ووصفوا لي تجربتكم عنه.